جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأشخاص أنه لا يجوز للرجل أن يؤدي صلاة الجمعة في مسجد غير المسجد الذي يوجد في بلدته، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، على المسلم أن يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أن وجدهم، لكن إذا كان يترتب على ذهابه من مسجد بلده أن يقل للجماعة في المسجد الذي ذهب منه، فالأولى والأفضل أن يصلي في مسجده، في مسجد بلده. نعم.